وللحديث عن دلالات وأهداف توالي الانسحابات مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية والصراع بين الأحزاب السياسية التي تؤكد أن الانتخابات لن تكون نزيهة، معنا من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي. مرحبا بك معنا سيد لبيد. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. لماذا تتوالى الانسحابات من سباق الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأخبار التي تتوالى عن الانسحابات هي تؤكد أيضا ويؤكد المراقبون بأنها انسحابات تكتيكية سياسية وليست قانونية، لأن الانسحابات القانونية كما تفضلتم في تقريركم تستوجب أنهم قد أعلنوا تحريريا، قدموا طلبا تحريريا بالانسحاب أو قرارا تحريريا بالانسحاب قبل غلق باب الانسحاب الذي انتهى في يوم 20 حزيران. أما ما جرى لو كانت جادة هذه الكتل في الانسحاب فكان ينبغي لها أن تقدم قرارا بالانسحاب تحريري قبل 20 حزيران الماضي. التيارات التي انسحبت كما نعرف بدأت بالتيار الصدري ثم تلاها الحزب الشيوعي، لأن الحزب الشيوعي أساسا متعكز على التيار الصدري في الانتخابات السابقة ويريد أن يستفيد أيضا، يتطفل على التيار الصدري ويحصل على مقعدين. تلتها أيضا انسحابات أخرى، الانسحابات الأخرى بالحقيقة سواء جبهة الحوار أو المنبر الوطني بزعامة أياد علاوي، إذا قرأنا محتوياتها ومبرراتها بالحقيقة سنجد أن جوهر هذه المبررات هي عبارة عن دعاية انتخابية. لذلك لا نستبعد أن يستخدموا هذه الحيل وينصبوا على بسطاء المواطنين. نعم. من خلال التأكيد بأن انسحابهم جاء بسبب تفشي السلاح المنفلت والمال السياسي وبسبب انتشار الفساد، وهم كما يعرف المواطنون على رأسهم وعلى رأس قائمة الفاسدين، وهم الذين شاركوا في جميع الانتخابات رغم عدم نزاهتها يعني، واليوم نعم. يؤكدون بأن الانتخابات المقبلة. لكن هل هذه يعني سيد لبيد هذه الانسحابات جوهرية لأحزاب وكتل كبيرة وقوية في الشارع العراقي، أم أنها انسحابات يعني لا قيمة لها؟ لا لا، هذه الانسحابات لا قيمة لها ونحن لا نثق بها، المواطن العراقي لا يثق بهذه الانسحابات، وهي ليست أول مرة. فالتيار الصدري كما نتذكر في قبيل إحدى الدورات الانتخابية أعلن اعتزاله العمل السياسي، اعتزاله قطعا العمل السياسي، وأكد ذلك في أكثر من مناسبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدري، ثم ما لبث أن عاد إلى العمل السياسي بعد فترة وجيزة من هذاك القرار ودخل السباق الانتخابي كما نتذكر. هناك انقطاع بالثقة بين المواطن العراقي وبين هذا الكلام. نعم. المواطن العراقيون طيب. ليسوا نعم تفضل. إذا كانت أحزاب العملية السياسية تؤكد أن الانتخابات القادمة لن تكون نزيهة، لماذا هذا التعويد الحكومي على انتخابات مطعون في شرعيتها قبل حدوثها أصلا؟ لأن الحكومة لا تثق أيضا بهذه القرارات. الحكومة ومفوضية الانتخابات أكدت وتعرف حق المعرفة بأن هذه القرارات أو السياسية هي قرارات سياسية وتكتيكية، والعمل القوى والتحالفات والكتل السياسية معروف بكذبها وبنفاقها السياسي، والحكومة والمفوضية الانتخابية على دراية بكل ذلك، ويعلمون علم اليقين بأن هذه الكتل ستتراجع في اللحظة الأخيرة عن قراراتها هذه السياسية التكتيكية، وهي على كل حال مشاركة، لأن المفوضية الانتخابات انتهت من طباعة الأوراق الانتخابية البطاقات الانتخابية وأكد. طيب على ذكركم لمفوضية الانتخابات سيد لبيد، هل ثمت موقف لهذه المفوضية بمعنى أنه هي تعرف أن الشكل الحالي من الانسحابات يتسم بالدعائية كما تفضلت حضرتك، وتؤكد أن الكتل المنسحبة لم تقدم طلبات تحريرية بالانسحاب؟ نعم نعم، المفوضية ماضية في عقد الانتخابات. لماذا؟ لأن المفوضية تريد أن تحرص على أنها نجحت في إجراء الانتخابات، هذا من ناحية. من ناحية ثانية هي ملتزمة بالمرسوم الجمهوري الذي أصدره برهم صالح
والذي أكد فيه بأن الانتخابات سيتم إصدارها سيتم إجراؤها بموعدها في 10 أكتوبر القادم. لذلك عاجلت المفوضية بطباعة البطاقات، وأكدوا بأن هناك وجود 3249 مرشح عند الانتخابات، وهؤلاء يشملون كل الكتل الانتخابية بما فيها الكتل التي انسحبت، ولم يقدم أي من هؤلاء المرشحين أو الكتلة التي تمثله طلبا تحريريا بالانسحاب. من ناحية أخرى، يعني احنا نعرف البرلمان والشعب العراقي بالحقيقة صار أكثر وعيا من ذي قبل، والمواطن العراقي، العراقيون قبل انتفاضة تشرين أوعى من العراقيين غير العراقيين بعد انتفاضة تشرين. بعد تشرين تنام الوعي وثبت بأن الثقة بين المواطن والحكومة والمواطن والكتل السياسية هذه انقطعت تماما، يعني فقدت هذه الثقة نهائيا. لذلك فالبرلمانيون والكتل السياسية تدرك تماما بأنها ستخسر الكثير من مقاعدها، ولهذا السبب تحاول أن تدفع بالانتخابات إلى الأمام ولا تقول بإلغائها، وإنما تحاول تأجيلها لكي يطول عمر هذه. يعني طيب، من ناحية أخرى، على الرغم من تشكيك بعض الكتل في عملية الانتخابات ذاتها وفي النتائج المستقبلية، هناك كتل أخرى ترفض وجود رقابة أممية أو دولية على الانتخابات. لماذا باعتقادك؟ لأنه هذه الكتل بالحقيقة هي الكتل التي تمثل الميليشيات. نحن نعرف بأن الميليشيات أصبح لديها ممثلون سياسيون، يعني وهذه مضحكة ومهزلة بتاريخ العمل الانتخابي. هؤلاء هذه الكتل التي هي عبارة عن عصابات ولها ممثلون سياسيون لا يريدون أي رقابة، سواء كانت رقابة دولية أو رقابة محلية أو أي رقابة من أي نوع آخر، لأن هذه الكتل بالحقيقة بما فيها ممثلوها السياسيون طالعون في جرائم وأيديهم ملطخة بدماء المواطنين، ولا سيما بدماء الناشطين، ناشطي انتفاضة تشرين، والقتل يجري يوميا في وعمليات الاغتيال تجري يوميا في الناشطين من قبل هذه الميليشيات. نعم، وسط كل هذا الكلام أستاذ لبيد، لا يراعى ما يريده الشارع العراقي الذي انتفض وطالب بمطالب حقيقية تتعلق يعني العملية السياسية برمتها، وليس فقط بإجراء الانتخابات نزيها من عدمها. لكن على الرغم من ذلك، نجد أن الحكومة يعني غير مكترثة بهذه المطالب وتذهب باتجاهات يرفضها الشارع العراقي. ومتى كانت الحكومة تكترث بمطالب الشعب العراقي وبهموم الشعب العراقي وبمآسي وأزمات الأزمات التي يمر بها العراق شعبا وبلدا؟ الحكومة في واد والشعب العراقي في واد، الحكومة فاشلة والدولة كلها فشلت، العملية السياسية برمتها فاشلة، والشعب العراقي منذ بداية انتفاضة تشرين منذ 2019 ينادي الشعب يريد إسقاط النظام، العملية السياسية يجب اقتلاعها من جذورها. فهذه هي مطالب الشعب، لذلك فالحكومة لا تصغي إلى الشعب، لأن الشعب بالحقيقة يريد إنهاء العملية السياسية نهائيا واقتلاعها وإجراء واستبدالها بعمل بحكومة وطنية، حكومة إنقاذ وطني، حكومة موقتة انتقالية تقود البلد إلى بر الأمان، إلى عملية سياسية حقيقية تنتج نظاما سياسيا حقيقيا ناتج عن إرادة الشعب وديمقراطية حقيقية، ويريد أن يكنس جميع القوى السياسية التي شاركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال إلى يومنا هذا، لأن الشعب مقتنع قناعة كاملة بأن البلاوي والمآسي والخراب الذي حل بالعراق هو ناتج عن وجود هذه القوى السياسية في البلاد. شكرا جزيلا عضو التحالف الوطني المعارض من مالمو السيد لبيد الصميدعي.